اول حاجه هنبدا بيها هتكون مهلبيه التفاح بالكراميل، ودي مديه على ابل باي شويه كده، طعمها حلو قوي قوي قوي. تعالوا نشوف مقاديرها ايه. اول حاجه عندي تفاح متقطع مكعبات صغيره بدون القشر بتاعه، يفضل يكون تفاح مزز شويه زي التفاح الاخضر مثلا. قدامكم حل من الاثنين، يا اما تحطوا التفاح زي ما هو، يا اما تسلقوه تهرسوه. كمان في طريقه انكم تحطوه زي ما هو بس يبقى مبشور، دي حسب رغبتكم. عندي بسكوت مجروش، ده بسكوت الشاي عادي، عندي لبن ونشا، عندي كراميل جاهز اللي احنا بنعمله باللبن المكثف المحلى، العلب بتاعته تكون جاهزه وتغطوها بالميه السخنه لمده 3 ساعات على النار متوسطه لحد ما تفتحوا العلبه تلاقوها بقت كده، او تجيبوا مربى الحليب من المحلات بتاعه مستلزمات الحلواني، بتتباع بالكيلو او بالوزن يعني، وهي هيها نفسها يعني. بعدين عندي كمان قرفه، وللتقديم عندي شويه سوداني محمص اختياري. تعالوا نشوف هنعمل ايه. قول بسم الله الاول. هحط هنا معلقتين كبار نشا على كوبايتين الحليب، يعني كل كوباية حليب عليها معلقة كبيرة نشا. ادي واحدة، ادي التانية، وبما انها مش كبيرة قوي يعني عشان مش بحط بالمعلقة، فواحدة كمان بس كده. معلقة كبيرة نشا لكل كوباية من الحليب. الحليب ده ممكن يبقى لبن جوز الهند ويديكوا نكهة تحفة مع التفاح على البارد في درجة حرارة الغرفة. بعد كده هحط قرفة، معلقة صغيرة مليانة للكوبايتين. هاخد نكهة الكراميل وتسكيرة الكراميل من مربى الحليب دي هنا، كله على البارد اهو، انا لسه ما طلعتش على النار. واقلب، هحط التفاح، هحط الحليب مع الكراميل والنشا والقرفة، وهطلع على النار، هفضل أقلب لحد ما تتقل وتبقى مهلبية عادي زي أي مهلبية بنعملها. طيب التفاح ينفع يكون ني في الطبق على طول مع البسكوت؟ اه ينفع. ينفع يبقى مبشور؟ اه ينفع. ينفع يبقى مسلوق؟ اه ينفع. ينفع يبقى متكرمل بشوية سكر وقرفة وزبدة؟ ايوه ينفع، لحد ما تتقل. طبعا لما بتبرد بعد كده في درجة حرارة الغرفة وبعد كده تبرد في التلاجة بتتقل، فهنا انا مش عايزاها تبقى تقيلة زيادة عن اللزوم. تقليب مستمر ونار متوسطة عشان ما فيش حاجة تتلسع منكم من تحت، ولا طبعا حاجة تكلكع منكم، خاصة ان في تفاح جوه. فالتقليب يكون مستمر. محتاجة اجيب الاطباق اللي هقدم فيها علشان ارص البسكوت، وبعدين انزل فوقيه وهي سخنة بمهلبية التفاح، وبعدين اسيبها توصل لدرجة حرارة الغرفة، وبعدين ارفعها في التلاجة، وبعدين تاكلوها ساقعة. ممكن بقى تحطوا على وشها شوية صوص كراميل، ممكن تحطوا على وشها شوية ايس كريم فانيليا وصوص كراميل، ممكن تحطوا على وشها شوية جرانولا، يعني الافكار كتير. بصوا تقلت ازاي اهي، لازم تترفع من على النار دلوقتي عشان ما تتقلش زيادة عن كده اهو. نرفع بقى من على النار، نجيب الكاسات اللي هنقدم فيها المهلبية او هنصب فيها المهلبية. ادي بسكوت الشاي، وادي المهلبية. بعد كده بقى وقت التقديم زي ما قلت لكم، تقدروا تحطوا صوص كراميل، كريم شانتيه، اي حاجه. انا هحط شويه فول سوداني ما يكونش مملح طبعا، ورشه قرفه.